لا، في تميز جديد حققه فريق طلابي من جامعة حلوان في المسابقة العالمية للتصميم الإنشائي والمعماري للمباني المقاومة للزلازل. المسابقة دي مسابقة دولية بيتم تنظيمها من جانب معهد أبحاث هندسة الزلازل في الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، منورنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. وبعد التحية، تفاصيل هذا المشروع اللي قدمه طلاب الهندسة للتصميم الإنشائي والمعماري للمباني المقاومة للزلازل. هي الحقيقة المسابقة دي يعني معهد أبحاث هندسة الزلازل في الولايات المتحدة الأمريكية، ده معهد طبعا متخصص في موضوع الزلازل، والمسابقة دي هو بينظمها بقاله عدد من السنين. احنا عندنا الحقيقه في فريق مكون في الكليه عندنا، احنا طبعا عشان الشباب عندنا يعني نتوسع في ان احنا يعني ننمي مواهبهم، فعاملين فرق في الكليه، فرق تخصصيه في الهندسه الانشائيه، في الهندسه الميكانيكيه، في التخصصات. فالحقيقه عندنا فريق مميز جدا اسمه اتش يو ام، ده كل سنه يعني بقى لنا حوالي 5 سنين بنشترك في المسابقه دي في الولايات المتحده الأمريكية، والحمد لله يعني كل سنة بنطلع من مركز لمركز يعني متقدم. السنة دي الحمد لله احنا خدنا المركز الثالث على 47 دولة، رغم ان يعني وده يعتبر انجاز لمصر طبعا، رغم ان احنا يعني الدولة الى حد ما الحمد لله ربنا كرمنا وبعيد عن مثلث الزلازل، حزام الزلازل عليه، وبعيد عن يعني لفترة قريبة ما كناش بنراعي قوي مواضيع الكودينج او الزلازل في الكودينج المصري، انما الان بدانا نراعي الكلام ده، ورغم ان الطلبه دي من دوله زي مصر، دوله يعني بعيده عن موضوع الزلازل، الا ان احنا خدنا المركز الثالث على مستوى العالم، 47 دوله على مستوى العالم، وده يعني انا شايفه انجاز كبير جدا. طبعا اكيد. طبعا المسابقه بيقسموها لجزئين، جزء تصميم معماري، لذلك الطلبه كان فيها طلبه من عندنا من الهندسه المعماريه، وبعد كده بيعملوا التصميم الانشائي لهذا المنشا اللي هم عملوه. الفريق مش هو الفريق طبعا كبير جدا، احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك كده فرق تخصصيه جوه الكليه، فعندنا العدد كبير جدا من الطلبه، مجهود مشترك يعني يا دكتور. انما طبعا أي. مجهود مشترك، انما اللي مثل الفريق هم الطلبه اللي سافر دفعه، اللي سافروا لامريكا، وطبعا يعني معاهم استاذ كبير صحيح متخصص في الموضوع ده. صحيح. طيب يا دكتور يعني لو عايزين نحول هذا الامر ان هو يخرج من دايره البحث العلمي اللي في الدرج لمشروع على ارض الواقع، تفتكر محتاجين ايه؟ والله يا فندم احنا محتاجين اراده، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كل الامكانيات الدوله الحمد لله، يعني احنا عندنا احنا لما الفريق احنا بقى لنا 5 سنين بقول لحضرتك، الطالب اللي بيسافر بالفريق كله دعا على الجامعه هي اللي موفره له التكاليف، فالدوله موفره كل الامكانيات انما ان الطلبه تشتغل، وانا بقول لحضرتك احنا عندنا من الشباب امكانياتهم عاليه جدا، انما احنا نوظفهم كويس. احنا الحمد لله من قيمه شهرين كنا برضه في مسابقه في تايلاند، برضه خدنا المستوى الاول على مستوى العالم في حاجات ثانيه في الميكانيك، فاحنا عندنا شباب خلاق مبدع. احنا كان عندنا برضه شباب من 4 شهور انتجوا الهيدروجين الاخضر جوه المعمل، تمام، وحاليا احنا دعمناهم يعني مش عايز اقول لحضرتك مبلغ 50,000 لمجرد ان هم. ايوه يا دكتور انا متفق مع حضرتك في كلمه الاراده، لكن اديني خريطه الطريق. انا بسال حضرتك، حضرتك دلوقتي معاك المايك بتطالب الدوله نعمل ايه؟ مطلوب مثلا واحد اثنين ثلاثة، اتفضل. احنا بدأنا فعلا في الكلية عندنا بدعم طبعا رئيس الجامعة، واحنا موفرين في الجامعة حوالي 10% من ايرادات الجامعة للبحث العلمي. فأنا دخلت بعض الشباب والفرق اللي عندنا، اقترحوا ان هم يعملوا يعني خدنا الشباب او المشاريع اللي هي فعلا احنا شايفين ان هي مميزة عن طريق تشكيل، شكلنا فريق في الكلية من أعضاء التدريس المتخصصين واللي لهم أبحاث مميزة على مستوى العالم مش في مصر بس، وبدأنا ندعم المشاريع دي. باكورة الإنتاج عندنا إن إحنا بدأنا نطلع هيدروجين أخضر، وبدأنا يعني هنعمل بيه جزء في الكلية ننوره، وبعد كده نبدأ نسوقه في التسويق جوه مصر. كمان شباب عندنا عملوا كرسي هزاز بيبدأ يتحرك زي عارف حضرتك الحاجه اللي هي العجله اللي هي السكيتنج، اللي هم الطلبه اللي هم او الشباب اللي بيقفوا على بتاع دي ويمشوا بالبلوتوز. بدانا نعمل كرسي
للطلبه اللي او اللي هم اللي هم ذو الاعاقه، اللي هم كرسي العجل او كرسي العجل ده، بس يتحرك بقى بالبلوتوث بحيث ان او يتحرك بالاشارات، بحيث ان اللي قاعد عليه حركه بالاشارات. ففي بعض عندنا زي الحاجات دي احنا بنبدا ندعمها في الكليه ونبدا ان شاء الله نسوق. طبعا عندنا قسم سيارات قسم مميز جدا، عملنا السنه اللي فاتت يعني موديل العربيه والكهرباء. يا دكتور يمكن زي ما كان مصطفى بيقول لحضرتك كل ده هايل، واحنا كلنا ثقه ان احنا عندنا مواهب مصريه قويه جدا وعندنا دكاتره تقدر تشرف على كل هذه المشروعات، لكن مهم جدا انه الاولاد او اعضاء الفريق دول حتى الدكاتره المشرفين على هذه الابحاث يشوفوا شغلهم على ارض الواقع ويشوفوا النور عشان يبقى حتى عندهم شغف ويبقى عندهم يعني قادرين ان هم يشتغلوا اكتر ويبتكروا اكتر. فدي نقطه فعلا مهمه، نتمنى ان احنا كل هذه المشروعات تنفذ على ارض الواقع وتخرج بره اطار الورق اللي هو بالمناسبه مهم جدا 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 كمان. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو عبد الهادي عميد كليه الهندسه بجامعه حلوان، شكرا لك.